اشترط لصحة الأضحية حتى تكون مجزئة مجموعة من الشروط المهمة. الشرط الأول وهو متفق عليه بين المذاهب وهو أن تكون من الأنعام، وهي الإبل بأنواعها يعني، والبقر ومنها الجاموس والغنم من الضأن كانت أو من الماعز، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث. فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام سواء كان من الدواب أم من الطيور، الحقيقة لم تصح تضحيته به، لقول الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالأمور واضحة ومحددة. ويتعلق أيضا بهذا الشرط إن الشاه تجزئ عن الرجل وأهل بيته، والبدنة والبقرة كل منهما عن سبعة، يعني سبع البقر أو سبع الجاموس أو سبع الإبل يجزئ عن الرجل وأهل بيته لمن يشترك طبعا مع غيره في الذبيحة. لحديث مسلم للحديث الذي رواه الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنهما قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. الشرط الثاني أن تبلغ سن التضحية المنصوص عليها الذبيحة يعني، وذلك طبعا على تفصيل طويل في المذاهب بين الظأن والماعز والبقر والإبل، لكن على العموم المفتى به في ديارنا أنه يجوز ذبح الصغيرة التي لم تبلغ السن إن كانت عظيمة اللحم. لو اختلطت يعني بين، لو أنت شايفها كده مختلطة بين من هو أكبر منها سنا ما تعرفش تميزها عنه من وفرة لحمها، فكأنها بلغت السن كغيرها، لأن وفرة اللحم في الذبيحة هي المقصد الشرعي من تحديد السن. فلو حصلت وفرة اللحم أغنت عن شرط السن. الشرط الثالث المهم في الذبيحة إنها تكون سلامتها من العيوب العظيمة، وهي العيوب اللي من شأنها إنها بتنقص الشحم أو اللحم، يعني مثلا الذبيحة دي ما تكونش عمياء ولا عوراء، لأن مثل ذلك بيؤثر على إطعامها فيقل لحمها. وطبعا بنستثني من ده العيوب اللي هي لا تؤثر على وفرة اللحم.